وحشتوني جدا. فيديو جديد النهاردة وفيديو مختلف وريفيو بصراحة اتنين في واحد كده، فحاجتين كنت جربتهم مع بعض او اشتريتهم سوري يعني مع بعض، وحابة انقل لكم تجربتي عنهم هما الاتنين وايه الحلو والوحش في اللي انا جربتهم لما اشتريتهم مع بعض يعني. ففيديو النهاردة ان شاء الله هيعجبكم يعني، وانقل لكم تجربتي يا رب تستفيدوا منها. وقبل ما نبتدي ان شاء الله اتمنى انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وفاصل صغير جدا ورجع لكم على طول، ويلا اقول لكم انهي الحلو وانهي الوحش في الفيديو بتاع النهارده. نبدا بسم الله كده بقى في فيديو النهارده، وزي ما قلت لكم انا هكلمكم عن الاثنين دول. طبعا هما حاجات ما فيهمش طبعا ان احنا نقعد نعمل مقارنه وكده لا، بس انا كنت جبتهم هما اتنين مع بعض، فحابه بعد ما قعدت شهرين تقريبا بس بعمل فيهم، فحابه ان انا اقول لكم الحلو الوحش في الحاجات اللي انا جبتها. تمام، انا حابه ان انا ابتدي الاول بالبرفان بتاع تندر. طيب بصوا، اولا هي الازازه شيك جدا ماشي، هتلاقي مكتوب عليها تندر نايت ولونها بيبي بلو كده وشكلها فيونكا. بصوا جميله وشيك ورقيقه جدا جدا قوي، حبيتها. انا كنت كمان جربتها قبل كده اللي هي التندر العاديه اللي هي لونها اصفر ديت، كانت حلوه قوي وثابته جدا بصراحه. هي نفس الشكل ونفس الديزاين نفس كل حاجه، مفيش حاجه مختلفه، بس انا بقى حبيت ان انا اجرب اللي هي تندر نايت. طيب هي عباره عن ايه او ريحتها ايه؟ اقول ان هي ريحتها مختلفه كليا عن اللي احنا عارفينها اللي هي اول اصدار ليها اللي هي الزفر. تمام، ريحتها ورد وعنبر وفيها زعفران وياسمين، كل دول بقى مع مسك وخشب وصندل، فبيديكي ريحة كده قوية. بس انا بفضل يعني ان احنا نحطش برفانات خالص واحنا خارجين، فحرام بجد ماشي. ده انا يعني نصيحة. اما بالنسبة ان انت لو استعملتيها هي الاحسن ليها ان هي تكون بالليل مش من الروائح خالص اللي هي تتحط بالنهار، لان هي قوية جدا. نيجي بعد كده بقى على اللي انا جبته الجل دوت اللي بيشيل الروس السوداء من ماي واي. بصوا انا جربت الماسك دوت بيشيل الروس السوداء اللي بتكون موجوده في المناخير. تمام، من جميل، هو ما كانش غالي. ده انا كنت جايباه ب 15 جنيه تقريبا، هو حجمه صغير جدا مش كبير ولا حاجه. هقول لكم دلوقتي هو حجمه قد ايه. المهم الماسك دوت ده بيشيل الروس السوداء وكمان الشوائب اللي بتكون موجودة حوالين المنطقة بتاعة الأنف. بتستخدميه ازاي؟ ده بتحطي طبقة منه على الأنف وبتسيبيه حوالي 15-20 دقيقة على حسب ما هو ما هينشف، وينشف خالص. بعد كده بتبتدي ان انت تشيليه او بتقشريه، هو بيبقى لونه ازرق كده، هورهولكوا دلوقتي شكله عامل ازاي. بصوا ده لونه ازرق كده، والجل بتاعه بيبقى تقيل قوي ومتماسك كده عشان هينشف بسهولة. هو في كحول وفي جلسرين وفي كمان حمض السلسليك ومية يعني، وفي حاجات تانية كده بارابين وبنسينول، لان هو كمان ريحته نعناع قوي. بصوا سمكه تقيل زي ما انا ما قلت لكم. على فكرة العبوة دي صغيرة بس 30 جرام، وصراحتها بتكون 3 سنين. ما كانتش غالية، كانت يعني بسيطة يعني، فانا بصراحة سيء جدا بيعملش اي حاجة خالص نهائي يعني، ما عملتش حرفيا حاجة. يعني حطيه زي ما حطيتيهوش. الناس كمان اللي هي بتكون بشرتها حساسة انصحكم ان انتوا ببلاش خالص ان انتوا تجربوا النوع دوت، هيجيلكوا قوي المنطقه بتاعه الانف او بشرتكم، خصوصا كمان لو فيها اي التهاب في البشره، ف بعدوا عنه، بلاش تجيبوه خالص حتى غالي او رخيص. المهم ان انتوا ما تجيبوهوش، هو مكتوب عليه كمان ان هو ماسك منقي، بلاش. انا بقول لكم بلاش، تجربه وحشه جدا. انا جايبه بقى لي فتره بس شهرين ثلاثه، بس حقيقي ما كان وحش قوي يعني، من الاوحش الحاجات اللي جربتها من ماي واي يعني. حاجات كنت بجربها من عندهم كانت بتبقى فعلا حلوه،
اما ده بصراحة ما حبيتهوش بالمرة. اما البرفان بتاع تندر كان جميل بصراحة قوي قوي وريحته قوية. انا عايزة اقول لكم كمان ان هو ينفع ان البرفان بتاع تندر ممكن رجالة على فكرة تستخدمه لانه ريحته قوية مايلة اكتر للبرفانات الرجالي، فلو راجل حطه هيبقى حلو قوي معايا على فكرة اكتر من الحريمي كمان من شدة البرفيوم نفسه والمزيج بتاع المكونات بتاعته، فهيبقى احلى لو راجل استعمله. اما لو انت هتستعمليه بخلي بالليل. انا كده وصلت معاكم لنهاية الفيديو النهاردة، يا رب اكون فدتكم ونقلت لكم تجربتي واقول لكم على اللي انا حصل معايا يعني، واللي جربه وجاب نتيجة يقولي ان هو جاب نتيجة. انا مش بزعل خالص والله، كل واحد بتختلف من حد للتاني، والبرفيوم حبيته اكتر النوع دوت ولا اللي هو لونها جولد وفي كمان لونها بينك، بس انا البينك بصراحة ريحتها ما عجبتنيش خالص اصلا يعني. دي كانت بالنسبة لي احلى شوية، اللي هي الجولد احلى واحلى جدا يعني. بس انا كده وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى انتوا تعملوا بقى لايك. ما اتمناش حد خالص يجيبي كمان الجل بتاع الروس السودا بتاع جميله ده خالص، ما مش حلو بالمره خالص، اوعوا تجربوه نهائي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم دمتم دايما حلوين ومع السلامه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وكومنت حلو من عندكم. باي باي.